الآن مشاهدينا الكرام ينضم معنا محلل الأسواق في إيكوتي السيد أحمد عزام من عمان. أهلا بك سيد أحمد معنا في هذه الجولة في الأسواق. أبدأ معك من أزمة الغذاء العالمية المرتقبة تفاقمها بعد انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود، يعني تداعيات القرار الروسي على الاقتصاد العالمي بالانسحاب من تصدير اتفاقية تصدير الحبوب، تفضل. نعم، بالنظر إلى تخارج أو انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، بكل تأكيد سوف يكون لها تفاعل كبير جدا على الأسواق، على الاقتصاد تحديدا. عندما ننظر إلى الزمن منذ بداية عام 2022 شهر 3 تحديدا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تم توقيع الاتفاقية. الاتفاقية كانت بمثابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أزمة الحبوب التي قد ظهرت وعلى سطح الاقتصادات العالمية. بكل تأكيد انسحاب روسيا سوف يكون لها أثر على الاقتصادات العالمية بشكل كبير، بشكل سلبي تحديدا صديق. عندما ننظر إلى أرقام التضخم التي كانت قد اشتعلت في فترة 2022، كان سببها الأساسي هي سلة الغذاء. سلة الغذاء إحدى مكوناتها هي بكل تأكيد الحبوب، القمح تحديدا. عندما ننظر إلى المكونات للتضخم التي كانت قد سجلت بعض الانخفاضات، والبعض البنوك المركزية بدأت تتحدث عن انتصار البنوك على التضخم وكدح جماح التضخم جراء عمليات رفع أسعار الفائدة، قد يعيدنا إلى ذلك السيناريو صديق بالنظر إلى أرقام الغذاء ومعاودة اشتعالها، معاودة ارتفاعها، خاصة مع عودة ارتفاعات أسعار الطاقة في الفترة الماضية. المكونات الغذائية، مكونات الطاقة مهمة جدا على التضخم، بالتالي العودة للخلف، عودة الاقتصادات إلى ارتفاعات أرقام التضخم سوف يكون بمثابة كارثة اقتصادية مرة أخرى صديق، عندما ننظر إلى احتمالية ارتفاع السلة الغذائية، سلة القمح تحديدا، ارتفاعات أسعار القمح فورا مع صدور انسحاب أو أخبار انسحاب روسيا ما يقارب 7% فورا مع الارتفاعات، أكبر ارتفاعات منذ عام 2022، فقد يكون تحسبا تشاؤما من جراء الانسحابات لارتفاعات أرقام القمح، بالتالي ارتفاعات أسعار الغذاء، بالتالي عودة ارتفاعات أرقام التضخم. وكما يقال دائما عندما تصدر الأزمات، الفقير يزداد فقرا مع كل أزمات اقتصادية، بالتأكيد سوف يكون تأثيرها بشكل سلبي، هيكلة سلبية على ما أعتقد صديق بالنسبة للناحية الاقتصادية. طيب أحمد، واجبات الدول والمنظمات الدولية لتدارك وحل هذه الأزمة من الممكن، يعني ماذا أن تكون؟ صديق، هو السؤال على ما أعتقد صعب جدا عندما ننظر إليه من جميع النواحي. ممكن نأخذها على الفترة الزمنية القصيرة، هي إمكانية عودة التصدير كما كان سابقا في فترة من الفترات منذ بداية الحرب عن طريق البر. طبعا هناك بعض المشاكل، كما يقال أن السكك الحديدية لا يمكن نقلها مجر رومانيا أوكرانيا، قد يكون صعب بعض الشيء لإجراء انتقالات برية، أو كما حتى أسمتها روسيا في فترة من الفترات أن عملية عسكرية خاصة. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى التداعيات أو حتى إلى الحلول المتواجدة وإمكانيات وجود إيجاد حلول، على ما أعتقد صعبة جدا صديق، إلا لو اتجهنا إلى ما يسمونه بعض الاقتصاديين أنها قد تكون المهمة المستحيلة، هي الوصول إلى حل وسطي مع روسيا هذه المرة أيضا مرة أخرى. منذ عام 2022 كما ذكرت كانت المعاهدة أو المبادرة كما أسمتها روسيا، محاولة إعطاء روسيا ما تريده من جراء الانسحاب، وهو على ما أعتقد عودة فتح لسويفت الحوالات العالمية خاصة للبنوك الزراعية المتواجدة في روسيا. فعلى ما أعتقد التوجه إلى إرضاء روسيا قد يكون أحد الحلول، أو إيجاد حل وسطي بين الأطراف قد يكون هو الحل الأفضل للفترة الزمنية الأطول لإيجاد حل جذري صديق. طيب على مستوى الدول الناشئة أو ذات الدخل المحدود بميزانياتها، يعني كيف يمكن مساعدة هذه الدول من أزمة الحبوب أو أزمة الغذاء العالمي بصورة عامة؟ صعب جدا صديق أن يكون هناك حلول، لأن القمح هي خبز الفقراء، خبز الجميع. فعندما نتحدث عن حبوب بشكل عام فهي بكل تأكيد أزمة تطال الدول الناشئة وحتى الاقتصادات الكبرى. بكل تأكيد في عام 2022 عندما
حاولت الاقتصادات العالمية حتى الكبرى إيجاد حلول مع روسيا وتوقيع مبادرة، لم يكن بكل تأكيد حب إيجاد المبادرة، لا، بل حب الخلاص من الأزمة الاقتصادية التي قد تطال الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة، فما بالك صديق عندما نتحدث عن الاقتصادات النامية. فعلى ما أعتقد إيجاد حلول قد يكون بمثابة مهمة مستحيلة صديق، إلا لو تم إيجاد حل وسطي مع روسيا، عودة المبادرة، عودة إيجاد حل للميناء الأوكراني. كما يقال أن أوكرانيا تصدر ما يقارب 10% من القمح، ما يتم إيصاله عن طريق أيضا ميناء أوكرانيا ما يقارب 13%، فعندما نتحدث هو رقم هائل جدا. فهي أزمة الغذاء، وهي أزمة تجتاح الغذاء العالمي، فبكل تأكيد مخاوف الغذاء العالمي أو ضرب الغذاء العالمي وارد جدا. إيجاد الحلول صعب جدا، لكن حل وسطي مع روسيا على ما أعتقد قد يكون هو الحل الأفضل، مع أنه يقال أنه مستحيل جدا، لكن هو الحل الأفضل صديق. طيب أحمد، أنتقل معك إلى أزمة التضخم العالمية، بالتحديد من تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ العام الماضي، منذ شهر مارس بالعام الماضي تحديدا. هل يمكن القول بأن إجراءات البنك المركزي أو البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة تنجح في تحقيق هذا الهدف؟ نعم صديق، فقط هنا للإيضاح، أرقام التضخم كما ذكرت، أرقام التضخم نعم قد سجلت تباطؤ بالنسبة لبريطانيا، تباطؤ بالنسبة للاقتصادات الكبرى، لكن أرقام التضخم عندما يتم مقارنة أرقام التضخم في شهر معين مع شهر من نفس السنة الماضية، فهو لا يزال يسجل ارتفاعات. يعني على سبيل المثال، أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 3%، هي عبارة عن 3% ارتفاع للأسعار عن السنة الماضية، عن 9.1%، يعني 9.1% وزيادتها 3%، فلا تزال أرقام التضخم تسجل ارتفاعات. رياضيا عندما نقارن رقم كبير مع رقم آخر، فبكل تأكيد سوف يكون الرقم حتى لو سجل بعض التباطؤات سوف يكون رقم صغير. فهي رياضيا، حسابيا، إحصائيا كان يجب أن يسجل التضخم قراءات منخفضة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الفدرال الأمريكي الاقتصادات الكبرى ربحت معركتها، انتصرت في معركتها ضد التضخم؟ على ما أعتقد أن الإجابة قد تكون مرهونة مع أرقام العام بشكل كامل، أرقام حتى نهاية عام 2023، حتى نقف على أرقام التضخم بشكل أكبر، لأنه أرقام التضخم منذ الشهر 6/22/2022 كانت قد سجلت موجة هبوط، فيجب مقارنتها الآن مع الموجة الهبوطية تحديدا مع قراءة الشهر القادم. بريطانيا على سبيل المثال التي تكلمت عنها صديق وتحدثت عنها، نعم قد سجلت بعض التباطؤ، 7.9% يعتبر رقم تباطؤ بالنسبة لبريطانيا، يعتبر رقم جيد، لكن لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدف بنك إنجلترا، 2% هو المستهدف، فلا نزال بعيدين. من جهة أخرى، عندما ننظر إلى الضغوط التضخمية، أرقام الأجور، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال عند أرقام مرتفعة، وهي ما يشير أن بؤرة التضخم قد تكون لا تزال موجودة في الاقتصاد، ولا يزال التضخم راسخ اقتصاديا. وهنا المخاوف تكمن في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة، يسجل بعض الانخفاضات، انخفاضات طفيفة جدا، تباطؤ طفيف جدا صديق. عندما ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 4.8% رقم المؤشر الأساسي، بريطانيا لا يزال فوق 7%، الاتحاد الأوروبي في القراءة الأخيرة قد سجل ارتفاعات طفيفة، لكن هو مؤشر يستبعد الأدوات المتقلبة، لا يزال عند متوسطات مرتفعة. فهنا يكمن المخاوف أن التضخم لا يزال راسخ في الاقتصاد، فقد يتجه إلى موجة جديدة، وجراء ذلك أيضا الغذاء قد يسجل ارتفاعات، وقد يكون الطاقة تسجل بعض الارتفاعات، أسعار النفط سجلت ارتفاعات في الشهر الماضي، فهي قد تكون ضغوط تضخمية من جهة ولجهة أخرى. فعلى ما أعتقد أن معركة التضخم لا تزال لم تنتهي، قد يكون هناك موجة إضافية بالنسبة لأرقام التضخم لما لا في الأشهر القادمة. هي طبعا مسألة رفع أسعار الفائدة،
قد تكون وصلت إلى نهايتها دورة تجديد السياسة النقدية، قد تكون وصلت إلى نهايتها، فنحن عند فوائد مرتفعة، بريطانيا ما يقارب 5% حاليا، قد يكون هناك زيادات إلى 6%، الولايات المتحدة الأمريكية عند 5.25% قد تكون في اجتماع الأسبوع القادم، لذلك أرقام الفوائد مرتفعة، فقد نكون عند نهاية دورة تجديد السياسة النقدية، وعلى أمل أن يكون هناك إمكانية لتباطؤ التضخم، ولما لا أن نكون عند أفضل السيناريوهات على ما أعتقد صديق أن يكون هناك تباطؤ التضخم بشكل أقل مما تباطأ في الفترة الماضية، لكن هو على ما أعتقد قد يكون هو السيناريو الأفضل بالنسبة للاقتصادات. طبعا أن لا يكون هناك ارتفاعات التضخم هو السيناريو الأفضل، لكن بالناحية الاقتصادية على ما أعتقد التباطؤ هو السيناريو الأفضل. بالحديث عن يعني محاربة التضخم في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة، هذا يقود إلى سؤال، يعني رفع أسعار الفائدة تزيد من مخاطر الركود، وزيرة الخزانة الأمريكية بنفس الوقت تستبعد خطر الركود الأمريكي، رأيك في هذا أحمد؟ تفضل. تقلبنا منذ عام 2022 نهايته بمخاوف الركود في الفترة الماضية، كان هناك توقعات تدفع إمكانية مخاوف الركود ثم دخول مرحلة الركود. تقنيا نتحدث هنا صديق، عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي دخل بمرحلة الركود التقني، سجل ناتج المحل الإجمالي ربعين متتاليات سلبيات، فهنا نتحدث عن ركود تقني في الاتحاد الأوروبي قد حصل. عندما ننظر إلى بريطانيا فنحن نتحدث عن نمو اقتصادي منذ 5/4 ما يقارب سنة وثلاث أشهر عند مستويات منخفضة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية هو ما أعطى بعض التفاؤل الأسواق، قراءات الناتج المحلي الإجمالية لحتى الآن إيجابية، مما أعطى بعض التفاؤل بأن الركود قد يكون بعيد، لكن عندما ننظر إلى قراءات الفيدرالي الأمريكي في البيان الأخير كان قد ذكر عن مخاوف الركود وقد اسمه الركود المتوسط ميلد ريسيشن، فبالتالي هناك بعض المخاوف على ما اعتقد بالنسبه للفدرال الامريكي، بعض التوقعات لامكانيه دخول مرحله الركود. عندما ننظر صديق الى تداعيات رفع اسعار الفوائد بالشكل العدواني الذي حصل بالنسبه لاسعار الفوائد الاخيره في الولايات المتحده الامريكيه، فعلى ما اعتقد ان قاب قوسين او ادنى من دخول مرحله الركود، كل ما كان اسعار الفوائد مرتفعه كلما قل النمو هو اقتصاديا، فنتحدث عن الحالة الاقتصادية بكل تأكيد يتم انعكاسها على النمو بشكل سلبي، مما قد يدفع إمكانية دخول الركود. لكن الركود متى قد يكون؟ قد يكون في عام 2024، لدينا 6 أشهر، لدينا قراءتين من الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون هناك بعض الوقت متسع من الوقت للفدرالي الأمريكي لمتابعة تقييم النمو الاقتصادي بالنسبة لحالة الاقتصاد. لكن عندما ننظر إلى عوائد السندات عامين 10 أعوام 3 أشهر 10 سنوات مما ينظر إليه الفدرالي الأمريكي، فهي في مرحلة الانفيرجن، مرحلة انقلاب عوائد السندات، هي إشارة فنية لم تخطئ إلا نادرا صديق بالنسبة لتوقع حالة الركود. يأتي حالة الركود بعد 24 شهر على أعلى تقدير عندما يبدأ الانقلاب. الانقلاب كان قد حصل قبل 15 شهر، أي 9 أشهر عام 2024 قد تكون هي مرحلة الركود عندما ننظر لها فنيا واقتصاديا صديق، وأتمنى أن لا يحصل الركود طبعا. طيب أحمد، إذا ما انتقلنا إلى المنطقة العربية وبتحديد إلى الخليج، هناك توقعات من اقتصاديين بتباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج، برأيك لماذا هذه التوقعات، وهل فعلا سيحصل تباطؤ بهذه الاقتصادات؟ هنا الإجابة كلمة وحيدة هنا صديق، هي النفط. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الميزان التجاري بالنسبة لدول الخليج قائمة بكل تأكيد على صادرات النفط. أسعار النفط قد سجلت انخفاضات من شهر 3/2022 إلى الفترة الحالية بشكل متتالي، أكثر من 13% إلى 15%. خام غلف تكساس قد سجل انخفاضات طبعا، وبرنت خام. عندما ننظر إلى الأسعار، انخفاضات خام غلف تكساس تحديداً من مستويات 120 دولار إلى ما يقارب 60 دولار، مع فترات متكررة طبعاً من التبادل وتأرجح الأسعار في الفترة الماضية. فعندما ننظر إلى انخفاضات أسعار النفط، بكل تأكيد قد يكون المتأثر الأكبر هو من يصدر النفط نفسه. دول الخليج بكل تأكيد النمو الاقتصادي
قائم أو الناتج المحلي الإجمالي قائم على النفط نفسه. فعندما تسجل النفط انخفاضات سعرية وعندما سجلت انخفاضات سعرية بكل تأكيد الميزان التجاري سوف يكون متأثر بشكل سلبي، لكن دخول مرحلة سلبية على ما أعتقد بعيدة كل البعد، لأن الميزان التجاري يسجل فائض في الفترة الماضية، النمو الاقتصادي يسجل أداء يعتبر إيجابي بالنسبة لدول الخليج، لكن التأثر بحالة سلبية على ما أعتقد نعم هنا صدقي. أيضا يرى اقتصاديون أن الانكماش المرتقب في الصين سيكون أزمة محلية، وبنفس الوقت هو فرصة عالمية للاقتصادات الأخرى، لماذا برأيك؟ نعم، عندما ننظر إلى الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية كان هناك بين حالة من التفاؤل مع بداية عام 2023 مع إلغاء القيود كورونا في الفترة الماضية، كان هناك التفاؤل بشكل كبير إلى عودة الانفتاح الاقتصادي، عودة الصادرات الصينية، عودة استيراد الصين، وبالتالي كان متوقع هناك أن يكون طلب عالمي كبير جدا من ناحية الاقتصاد الصيني، بالتالي انعكاسها بشكل إيجابي على نمو الصين، على نمو الاقتصادات بشكل كبير. لكن مع بداية عام 2023 لم تكن الأرقام كما كانت متوقعة، انفتاح الاقتصاد الصيني لم يسجل أرقام كبيرة، الطلب العالمي لا يزال يسجل انخفاضات، بالتالي عادت أرقام الاقتصادية الصينية أقل من المتوقع. الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للصين هو حتى الآن دون مستهدف الحكومة الصينية، رقم مؤشر أسعار المنتجين يسجل أرقام سلبية في الفترة الماضية وهو يسجل انكماشات بشكل متتالي، التضخم عند 0% في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الكبرى من حوالي كدح جماح التضخم، تضخم مرتفع جدا في الاقتصادات الكبرى، الصين كانت عندها أرقام تضخم منخفضة جدا، أقل وأدنى من مستهدفات بنك الصين الشعبي، أقل من 2%، وصلت لحد في القراءة الأخيرة إلى 0%، مما أثار بعض المخاوف أن ندخل إلى مرحلة الانكماش. مرحلة الانكماش هو أن يصل أرقام التضخم بالسالب، أرقام سلبية بالنسبة للتضخم، مما أثار المخاوف خاصة مع مؤشر أسعار المنتجين أرقام سلبية، الطلب العالمي يعتبر منخفض. نعم، القطاع العقاري في الفترة الماضية قد تلقى بعض التحفيز من الحكومة الصينية بشكل كبير، تخفيض الفوائد اليوم على سبيل المثال ثبت البنك الصيني الشعبي أسعار الفائدة، لكن سلسلة التحفيز سوف تكون مستمرة في الاقتصاد الصيني لمحاولة دفع عجلة الاقتصاد الصيني لتسجيل أرقام إيجابية في الفترة القادمة. نعم، قد يعتبرها البعض أنها فرصة سانحة للاقتصادات الكبرى، تحديدا هنا للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ربط الاقتصادين الصيني والأمريكي سويا، فكما يقال مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يعتبر ربط أساسي مع أرقام الصين، فبالتالي انخفاض أرقام الصين واتجاه الأرقام السلبية قد يدفع الأرقام الأمريكية لتسجيل انخفاضات، وهو ما يحتاج الاقتصاد الأمريكي لأن يسجل انخفاضات في أرقام التضخم، فبالتالي تكون حالة الاقتصاد الصيني السلبية تعطي دفع سلبي بالنسبة للأمريكي، لكن هذا السلبية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي سوف تكون إيجابية لهم لأنهم يحتاجون دفع الأرقام بشكل سلبي، فقد تكون الفرصة للاقتصاد الأمريكي بأن ينجو اقتصاديا جراء الأرقام السلبية بالنسبة للصين. أحمد، بالحديث عن الاتفاقية الأخيرة، الاتفاقية الهندية الإماراتية، تم توقيع هذه الاتفاقية بتعاملات تجارية تكون بالروبية، بالمقابل أيضا شهدنا الصين أجرت تعاملات تجارية مع روسيا باليوان الصيني، بالإضافة إلى كل ذلك هناك انتقال من بعض الدول للتعامل التجاري الخارجي بعملة غير الدولار، هل هناك بديل لدولرة الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة؟ ننظر إلى الأوضاع الحالية، توجهات إلى استخدام عملات أخرى كان متواجد في المعاملات التجارية في المعاملات الاقتصادية. الكثير من الأمثلة مما طرحتها صديق هي أمثلة قد تكون بسيطة مما يجري في الأوضاع الحالية، لكن عندما ننظر إلى الأوضاع بشكل عام، آخر تقرير قد ذكر أن الاحتياطات المتواجدة اقتصادياً الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولار الأمريكي يتصدر إن الاحتياطات بشكل كبير جداً، وصلت إلى ما يقارب 60%. الين الياباني على سبيل المثال قد سجل ارتفاع في الاحتياطات في الفترة الماضية.
فعندما ننظر صديق إلى الأرقام أو وزن الدولار الأمريكي في الناحية الاقتصادية، ناهيك أيضا عن ما ننظر إليه إلى المعاملات الاقتصادية، المعاملات التجارية القائمة على الدولار الأمريكي، فعلى ما أعتقد الدول الصديقة، الدول التي تعتمد على عملة معينة، قد تحتاج عملة مستقرة جدا. هذا حتى الآن على ما أعتقد غير متواجد في العملات التي قد تم التعامل فيها. الروبل الروسي على سبيل المثال، اليوان الصيني الذي سجل انخفاضات في الفترة الماضية بشكل متتالي. فعلى ما أعتقد البحث عن عملة تكون اقتصاديا مستقرة هو هدف أساسي، مطلب أساسي. فعندما نتحدث بهذه الطريقة، نتحدث عن الأمور الاقتصادية، فعلى ما أعتقد الاستغناء عن الدولار الأمريكي لفترة قصيرة جدا قد يكون مطلب صعب جدا. الاعتماد على عملات أخرى قد يكون متواجد جدا، لكن الاستغناء عن الدولار الأمريكي بشكل كامل على ما أعتقد قد يكون صعب جدا سلبي. نعم، محلل أسواق كوتي من عمان أحمد عزام، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق.